عيادتكم في الاسكنات مجانا، كيف تاخذوا هذه الاسكنات مجانا؟ خليكم معي. قريبا، وهلا جبت لكم اثنين اشياء بتكون مجانا. قبل لا نبلش بالفيديو نكتب الصلاه على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نفس الوقت يا حلوين اتمنى منكم تدعمون قناتي، لانه هذه الفتره الدعم كثير كثير قوي في القناه. حبايبي بعتذر ان الفيديو بيكون شوي تاخر عليكم في التنزيل بسبب ضعف النت، وبنفس الوقت انا تاخرت في المونتاج. وهلا يا حلوين خليكم مع الفيديو. اول شيء حبايب معنا هذا الماب، حترك لكم رابط الماب في صندوق الوصف. هذا الماب بيعطينا شنطة الرجل الثلجي، بنشوف يا حبايب شو هي المهمات مشان نحصل على شنطة الرجل الثلجي. اوكي هلا بنفوت معاكم على الماب وبنشوف شو هي المهمات المطلوبة. حبايب رابط الماب في صندوق الوصف، مشان كتير منكم كتبوا لي بالكومنتات نوبة شو اسم الماب، نوبة فين الماب، روح على الرابط في صندوق الوصف بينقلكم للماب مباشرة. اوكي جايز هذا شكل الماب، بنشوف شو هي المهمات المطلوبة. اذا تلاحظون حبايبي فوق مكتوب رقم 8 وجنبه رقم 0، هلا لازم نجمع 8 اشياء. اوكي جايز شكل اني اتخذ هذه الاشارة. او ماي جاد، اها حبايب صار عندي رقم 1، معناه يا اصدقاء لازم بنجمع 8 صور اللي هي صورة الروبلوكس. اوكي صورة روبلوكس. اوكي جايز هلا بنتبع الاشارة، بتتبعوا الاشارة مثل ما تشوفون في اشارة، في اشارة حبايبي لازم بتبع الاشارة مشان بجمع صور او اقراص صورة الروبلوكس. هلا يا حلوين صار مع 2. اوكي هلا ببحث عن الاشياء حبايبي، والله كتير حلو الماب. المهم يا اصدقاء لازم انه بتبع الاشارة وبجمع صور روبلوك، لازم بجيب 8 صور او 8 اقراص، ما بعرف شو يسموها. المهم حبايبي هذه الاشياء بيكون في متجر، وبيكون في اشياء بتشتروها بروبوك. هلا ما دخلنا في هذه الاشياء، احنا لازم بنتبع الاشارة مشان بنجمع صور روبلوكس، وبنجمع 8 صور ونشوف شو حيعطونا في هذا الماب. اوكي جايز هذا صاروا 4 معي، والان هذه واحدة ثانية وتصيروا 5 معي، باقي يا اصدقاء 3 فقط، باقي 3 فقط. اوكي 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 صار يا اصدقاء 6 معي، هذه السادسة وباقي 2 فقط. او ماي جاد حبايبي كثير متحمسة فعلا يعطيني شنطة الرجل الثلجي، ما بعرف حبايبي. المهم يا اصدقاء انتم لازم بتتبعوا الاشارة الحمراء او هذا السهم الاحمر. اوكي هلا لازم بتنطوا فوق مشان انه في صورة او قرص فوق. اوكي اوكي جايز اخذناه وباقي وحدة فقط، وبنحصل على السكن المجانا فين هذه الوحدة. او ماي جاد حبايبي، او ماي جاد متحمسة كثير وربي. اوكي جايز صاروا 8 معه وخلص اجانا الاسكن المجانا. هلا لازم بتجمعوا 8 حبايب، مثل ما تشوفون صح صارت على الاسكن المجانا. هلا بتخرجوا من الماب وبتلاقوا الاسكن صار معكم. اوكي جايز بننتقل معكم للماب الثاني. هذا الماب يعطيكم قناع كتير كيوت وكتير حلو ويكون مجانا. حبايب حترك لكم رابط الماب في صندوق الوصف، وحكتب لكم على الروابط رابط ماب القناع ورابط ماب شنطة الرجل الثلجي، مشان بتميزون بين المابات، مشان بتعرفوا انه هذا الماب يعطيكم القناع وهذا الماب يعطيكم شنطة الرجل الثلجي. حبايب هلا بنفوت للماب وبنشوف شو هو المطلوب مشان يعطينا القناع. اوكي حبايب هذا شكل الماب، او ماي جاد جدا متحمسة. هذا شكل الماب يا حبايب، نتحرك شوي في الماب وبنشوف شو هو المطلوب. شكله ما في اي شروط وما في اي شيء، يعني بنجمعه بنجلس هون نضغط هون بنشوف شو هذا. اوكي حبايب ما في شيء هون، نتحرك شوي وبنشوف شو هو المطلوب منا مشان نحصل على السكن المجانا. او ماي جاد حبايب، او ماي جاد مثل ما شفتوا خلاص اجانا السكن المجانا، حصلنا عليه بدون كل تعب. نخرج من الماب يا حبايب وبنشوف الاسكنات اللي حصلنا عليها مجانا. بنشوف فين القناع، فين الشنطة. او ماي جاد حبايب هذا القناع،
القناع بيكون ثلج كمان، اوكي مثل ما تشوفون على شكل لون الثلج، اوكي. وهذه الشنطة يا اصدقاء، شنطة الرز الثلجي، كتير كتير حلوة. حبايبي بوعدكم هذه الملاحظة اللي ذكرتها بالفيديو السابق، لما تخرجوا من الماب وما بتلاقوا السكن المجانا اللي حصلتوا عليه، لا تقول انه مش حصلت عليه، انتظر بعد كم ساعة ارجع للمخزون تبعك وبتلاقى السكن صار معك. ما بعرف ليش الشركة بتخفى هذا الشيء في البداية، يعني هلا اي سكن تاخذوه مجانا لما تخرجوا ما بتلاقوه في المخزون، كم ساعة بعدها بيظهر معكم في المخزون. حبايبي لينا وصلنا في فيديو، اتمنى استفادة المقطع كانت معكم نوبة، دمتم في امان الله ومع السلامة.